بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في لقاء سابق عند قول المؤلف رحمه الله: وإعمالها محذوفة بعد الفاء كثيرا، وبعد الواو أكثر، وبعد بل قليلا، وبدونهن أقل. اقرأ سيدنا الشيخ محمد. الشيخ رحمه الله بيتحدث عن رب، وقلنا إن رب مختصة بالدخول على النكرات، كما قال شيخنا العلامة الحريري: فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. رب هذه قد تحذف، وتحذف متى؟ قال: بعد الفاء كثيرا، وبعد الواو أكثر، وبعد بل قليلا، وبدونهن، يعني بدون الفاء والواو وبل، أقل. يبقى في قليل وفي أقل. ثم بدأ الشيخ رحمه الله يأتي بمثال لحذف رب بعد الفاء. قال امرؤ القيث: فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع، فألهيتها عن ذي تمائم محولي. هذا البيت قاله امرؤ القيس، أين الشاهد؟ فمثلك، يعني رب مثلك، فمثلك محذوفة، يعني ونجد أن نابت عنها الفاء، فمثلك مجرور برب المحذوفة، لأنها وقعت بعد إولاد بعد الفاء. يبقى كلمة مثلك حبلى قد طرقت ومرضعي، مثلك هذا اسم مجرور برب المحذوفة. قد يقول قائل منكم: طب ما رب ليست نكرة، عفوا يعني مثلك ليست نكرة، لأن مثل وضيفت إلى الضمير، والضمير كما تعرفون أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة سبحانه وتعالى، فكيف تقول إن رب دخلت على نكرة؟ لا، كلمة مثل وكلمة غير متوغلة في الإبهام، فلا تتعرف بإضافتها إلى المعرفة، تظل نكرة. لو قل زيد مثلك، طب مثل في إيه؟ مثل في علمي، ولا في شكلي، ولا في طولي، ولا في قصري، ولا في كرمي، ولا في بخلي، متوغلة في الإبهام، فلا تتعرف بالمعرفة، تظل نكرة. يعني إذن كقول فمثلك، يبقى مثلك اسم مجرور برب المحذوفة بعد الفاء. قال: وهذا كثير. طيبا، وضع البيت معناه واضح. طبعا امرؤ القيس يعني هو شاعر من شعراء الجاهلية، ويقال عنه الملك الضليل، لأنه يعني وظف شعره في يعني ما لا يرضي الله رب العالمين. اقرأ شيخنا: وأبيض يستسقى الغمام من وجهه، عليه الصلاة والسلام، وأبيض يستسقى الغمام به. هذا البيت تقدم قبل ذلك، وطبعا مقصود به سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: وأبيض يستسغى الغمام بوجهه. طبعا أبيض أصلها رب أبيض ورب أبيض، فنلاحظ أن أبيض مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف،
لأنه صلة صفة على وزن أفعل، كقوله سبحانه وإذا حيتم بتحيتم فحيوا بأحسن، اهمجوا بالفتحة. قال ابن مالك وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يك بعد الردف. قال وأبيض، أهو أبيض ده مثل البيت اللي احنا بنقول وليل كموج البحر أرخى سدوله. وليل أصلها ورب ليل، فحذفت رب بعد الواو، وهذا أكثر من الفاء، صح يا شيخنا؟ طيب كده. وقال إيه ها؟ بل إيه؟ قوله بل بلد في صعود وأركان. أيوة بل بلد، يعني بل رب بلد. فنلاحظ إن بلد دخلت عليها رب فحذفت بعد بل، وهذا قليل. وهذا شيخنا إيه؟ طيب يقرأ بعد كده ها؟ في طلله كدت أقضي الحياة من جلله. رسم دار، لاحظ أن رسم لم تسبق لا بالواو ولا بالفاء ولا بإيه ولا ببل، صح يا شيخنا؟ قلنا هذا إيه؟ أقل القليل، يعني ده قال إيه؟ وبدوهن أقل، يعني ليس قليلا إنما أقل من القليل. يبقى رسم دار، يعني رب رسم دار، فحذفت رب ولم ينب عنها لا الواو ولا الفاء ولا ثم. وطبعا معنى البيت واضح، يعني رسم دار وقفت في طلله، يعني هذا الشاعر عندما مر على دار المحبوبة وجد ما بقي لها من آثار لكن لا يوجد فيها أناس، فقال رسم دار وقفت في طلله، يعني ما بقي من آثار الدار بعد تهدمها وهجر أهلها. كدت أقضي الحياة من جلله، عندما تذكر الأيام الخاليات التي قضاها مع الأحبة. كمل يا شيخ. وبأنها قول كده، وبأنها إيه؟ زائدة في الإعراب دون المعنى. فمحل مجرورها في نحو رب رجل صالح عنده. قال وبأنها، طبعا قال هذا عطف على قوله بوجوب تصديرها، يعني احنا عندنا يا شيخنا بالنسبة إيه؟ بالنسبة لرب دي لازم تقع في صدر الكلام، صح يا شيخنا؟ صح ولا لا؟ رب أخ لك لم تلده أمك، رب رجل صالح لقيته، فلازم تقع في صدر الكلام. طيب ثم قال وبأنها زائدة في الإعراب دون المعنى، يعني في المعنى غير زائدة لأنها فادت التقليل أو التكثير. طبعا الكلام ده مش فاهمه شيخ محمد، صح؟ طب اللي شرحته قبل كده فاهم ولا هنعيده ثاني؟ طيب فاهم يا سيدنا بشير؟ مش فاهم؟ صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. احنا قلنا رب دي لازم تقع في صدر الكلام، عارفين في صدر الكلام؟ يعني في أول كلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ايه؟ رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. إذن كلمة رب وقعت في أولادي في صدر الكلام، يعني في أول الكلام، صح يا بشير؟ طيب قال وبأنها زائدة في الإعراب دون المعنى. طبعا أخونا الكريم الشيخ بشير وسيدنا الشيخ محمد قال مش عارفين حاجة من اللي أنت بتقوله دي، صح يا ابني؟ طيب أعرف معي المثال اللي هديه لحضرتك أهو. رب رجل صالح لقيته، أقول رب حرف جر شبيه بالزائد، وهناك فرق بين حرف الجر الأصلي والزائد والشبيه بالزائد. حرف الجر الأصلي له معنى ويتعلق صلته على الرسول، وحرف الزائد ليس له معنى ولا يتعلق. الشبيه بالزائد له معنى لكن لا يتعلق، وأوضح لكم الكلام ده إن شاء الله الآن بمشيئة الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. من المسجد أهدى من حرف جر أصلي، لو حذفت الكلام لا يستقيم، لا يجوز أن تقول أسرى بعبده المسجد. فهمت يا شيخنا؟ ده اسمه حرف جر إيه يا شيخنا؟ أصلي. لو حذفت ها الكلام إيه يا شيخنا؟ لا يستقيم. وبعدين الجر والمجرد متعلق بالفعل، متعلق الواد إيه؟ يعني إيه متعلق ده أصلاً؟ الفعل عندنا إما متعدي وإما لازم. لما أقول جلس بشير ده فعل إيه أولادي؟ لازم، لازم يعني يكتفي بفاعله يعني، صح؟ قولوا صح يا أولادي. لو حبينا نعديها بشير نقول جلس بشير في المسجد. إذا جلس تعدت إلى المسجد بواسطة إيه يا شيخنا؟ حرف الجر. إذا هو مجرور لفظا لكن منصوب محلا على أنه مفعول، فهذا الفعل تعدى إلى المفعول بواسطة حرف إيه يا شيخنا؟ الجر. هذا معنى الحرف الجر الأصلي، يدل على معنى، لأن من معناها الابتداء وإلى معناها الانتهاء، هذا يدل على إيه يا شيخنا؟ معنى ويتعلق بالفعل، صح؟ أو يعني مثلا جلس الأستاذ على الكرسي، هل يصح أن أقول جلس الأستاذ الكرسي؟ لا يجوز، أصبح جلس اللي هو فعل لازم ده، تعدى بواسطة حرف إيه؟ حرف الجر، صح؟ فأصبح الكرسي مجرور لفظا منصوب محلا. خلاص واضح يا شيخنا؟ ده اسمه التعلق. سيدنا الشيخ ابن هشام في كتابه مغني اللبيب أراد أن يشرح لنا ما معنى التعلق، قال الأصل أن هناك أفعالا قصرت عن الوصول إلى الأسماء فأعينت على ذلك بحرف الجر. يعني جلس زيد الكرسي، يصح ده؟ صح؟ ما صح؟ طيب يبقى هذا الفعل قصر عن الوصول إلى الاسم، ما يستطيعش ينصب الاسم يعني، فأعين على ذلك بحرف الجر. حرف الجر ده هو اللي جعلنا ايه يتوصل به. اهو جلس زيد في الدار، لا تقل جلس زيد الدار، صح بشير كده؟ فهم؟ يبقى حرف الجر الاصلي له ايه يا اولادي؟ له معنى ويتعلق بالايه؟ بالفعل. حرف الجر الزائد يفيد التوكيد فقط، يفيد يا اولادي ايه؟ دخوله كخروجه، يعني لو حذفت الكلام يستقيم، بس وجوده يفيد ايه يا اولادي؟ التوكيد. قال تعالى ان تقولوا ما جاءنا من بشير، اصلها ما جاءنا بشير، صح ولا لا؟ طيب يبقى ده اسمه حرف جر ايه يا شيخنا؟ زائد. بس تأدبا مع القرآن الكريم ما نقولش زائد يا اولادي، نقول حرف صلة او حرف توكيد، لان قد يفهم السامع ان زائد ممكن نحذفه، لان الزائد ده يعني معناه ملوش معنى. لا، كل حرف في القرآن الكريم له معنى. لا يا شيخنا؟ طب ما احنا هنعمل له، ما هو واحد مش جاهل، طب هنعمل له يا شيخنا جاهل، هنعمل فين الزاد يا اولادي؟ يعني اخونا الشيخ محمد ذهب الى معرض الكتاب وكان معاه الشيخ بشير ده، سامع بشير؟ طيب الشيخ محمد اراد ان يشتري كتابا، وبعدين وضع يده في جيبه وأخرج المال، لا المال لا يكفي، فقال خلاص. فسأل بشير الشيخ محمد لما لم تشتري الكتاب؟ قال ما معي مال. ما معي يا أولادي؟ ألا معكش مال إزاي؟ ما أنا شايف في جيبك فلوس يا شيخنا. قال لا، ده دي حاجة قليلة جداً، يدوبك أركب مواصلات بس، لكن ما تشتريش كتب ولا حاجة، يعني المال ده قليل، لا أستطيع أن أشتري به كتابا. هل فهمتم يا أولاد؟ طيب إذا أراد الشيخ محمد أن عايز يعرفنا أنه ليس معه أي مال، لا قليل ولا كثير، فقال ما معي من مال،
فاهمين يا اولاد ولا ما مع ايه؟ اهمين دي افادت ايه يا اولادي؟ التوكيد افادت يا اولادي ايه؟ ايوه يا سلام. ان تقول ما جاءنا من بشير، اصلها ما جاءنا بشير، اذا وجود من دي يا اولادي افادت الكلام ايه؟ ها توكيد. وشوف الكذب العجيبه بياكدوا الكذب يا شيخ، يعني طب ما هو البشير قالكم، سيدنا محمد ما قالكم، صح يا شيخنا؟ هلا ما حصلش، وقال ايه القران؟ شوفه، ان تقولوا ما جاءنا ايه من بشير، مش ما جاءنا بشير، ما جاءنا من بشير. فحرف الجر الزائد يفيد يا شيخنا التوكيد، لكن دخوله كخروجه لا يتعلق، اللي يتعلق حرف الجر الاصلي، فاهم يا بشير؟ لكن حرف الجر الزائد ممكن يحذف الكلام يستقيم. فعندنا على سبيل المثال من تزاد بشرطين، أن تسبق بنفي أو استفهام وتدخل على نكرة، هل لنا من شفعاء؟ مسبوقة باستفهام. أن تقول ما جاءنا من بشير؟ مسبوقة بنفي. طيب دخول الباء في خبر ليس، تزاد الباء في خبر ليس وما بكثرة، وما ربك بغافل، أصلا هو ما ربك إيه؟ غافلا. أليس الله بأحكام الحاكمين؟ قلوا بلى. طيب يبقى إذا الباء تزاد في خبر ما وليس بكثرة. فإذا قلت يا شيخنا عشان تفهموا حكاية الزيادة دي، يا شيخ محمد لما لم تدخل الامتحان؟ قال لست مذاكرا. يا ولد ما أنا شايفك فتح الكتاب قبل ما تدخل اللجنة، شايفك فتح. أيوة، قال ده أنا بذاكر يعني أوراق قليلة لا تغني ولا تسمن من جوع، صح؟ طب إذا أردت أنك تعرفنا ما فتحتش الكتاب أصلا، تقول إيه يا شيخنا؟ لست بمذاكر. أهل البيت تدل على إيه؟ على تأكيد النفي، يعني لم تفتح الكتاب أصلا. الآن فهمتم؟ ده اسمه حرف الجر إيه؟ إذا إيه شبيه بالزائد؟ حاجتين يا أولاد، رب، سمعنا يا شيخنا؟ ولعل. رب كما قلت لكم تدخل على النكرات. الشيخ قال وبأنها زائدة في الإعراب. تعال نعرب البيت وبعد كده نرجع لحكاية لعل دي. اسمع يا سيدنا الشيخ، رب رجل صالح لقيته. رب أقول حرف جر شبيه بالزائد. ليه شبيه بالزائد؟ لأن ليه معنى لكن لا يتعلق، معناها التقليل، صح يا أولاد ولا؟ وحين يفيد التكثير، زي رب إيه؟ رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. هل فهمتم؟ ردوا علي. يبقى إيه الحرف الجر الشبيه بالزائد؟ له معنى، ما احنا قلنا يعني رب دي تفيد التقليل وحين يفيد إيه؟ التكثير، حسب وردها في المثال. رب مولود ليس له والد، وده حصل في الكون كم مره؟ حصل مرتين، مش صح؟ صح يا شيخنا، حصل مره، صح يا ولادي؟ مره مع ابينا ادم عليه السلام، ومره مع سيدنا عيسى عليه السلام، صح يا ولادي؟ طيب فلما اقول مثلا رب رجل، اعرب رجل ايه يا مولانا؟ ها مبتدا، اعربها يا شيخنا مبتدا. الله، ازاي هو مبتدا مجرور؟ هو مجرور يا شيخنا لفظا لكن مرفوع ايه؟ محلا. يبقى رب رجل ها صالح، صالح صفه لمين؟ لرجل، صح؟ الصفه دي ممكن يا شيخنا ترفعها حسب الاصل، ما احنا قلنا ده مجرور لفظا لكن مرفوع ايه؟ فيجوز مراعاه المحل ومراعاه اللفظ. مراعاه اللفظ رب رجل صالح، ومراعاة المعنى أو ليه رب الرجل صالح. خلاص فهمتوها؟ فهمت يا شيخنا؟ ده اسمه إيه؟ ها حرف الجر إيه؟ الحمد لله كده فهمت انت. ولا ما فهمتش؟ لعل هتبقى يا أولادي، لعل دي حرف جر شبيه بالزائد عند مين يا شيخنا؟ عند عقيل، قبيلة يعني. لعل الله فضلكم علينا، مش كده؟ لعل الله، ما ينصبوش بها كبقية العرب يا شيخنا، عند بقية العرب هو حرف رجاء
يعمل عمل إن ينصب الاسم ويرفع الخبر. تقول يا شيخنا لعل الحبيب قادم، يبدأ اسمه إيه؟ رجاء يا شيخنا. إذا كان في المكروه تقول لعل العدو قادم، ده في شيء بيسموه حرف يفيد الإشفاق، يبقى إما للرجاء في الشيء المحبوب والإشفاق في الشيء الإيه؟ المكروه. صح يا ود رد؟ فاهمين؟ قول يا أستاذ عايزة إيه؟ ها؟ طب ما أنا شرحت لحضرتك الحرف الجر الأصلي والزائد والشبيه بالزائد. الأصل ده خذ بالك ليه معنى ويتعلق. يا بنت اسكتي، انت سألتيني وانا هرد عليك. لما تكلمين وانا بتكلم يضيق صدري ولا ينطلق لساني، فانا سمعتك خلينا ارد عليك. انت حضرتك قاعدة فين دلوقتي؟ في الأزهر. تقول جلست الفتاة في الأزهر في المسجد، صح يا بنتي؟ حلو قوي. اهي من دي، عفوا، جلست زينب مثلا في المسجد او في الدار. في دي لها معنى، اللي هي معنى الظرفية يا بنتي. الظرفية يعني شيء بيحويك كده. اقول مثلا المال في الكيس، الماء في الكوب، ده اسمه ظرف يا بنتي. فده من حرف له معنى اللي هو الظرفية، اللي عفوا في ليها معنى اللي هو الظرفية، صح؟ او المال في الكيس، يعني شوف حاجة بتحويك يعني كده. الماء في الكوب، طيب زيد في الحرم، يعني ايه؟ في اركان اربعة بتحويك يعني. إذن في دي لها معنى وتتعلق. يعني إيه تتعلق؟ يعني كلمة جلست زينب أو جلست الفتاة فعل وفاعل لا يمكن يتعدى بنفسه. لا نقول جلست زينب المسجد، ما يصح. أهو ده اسمه التعلق. ده يعني إيه التعلق؟ الفعل ده قاصر، عندما نعديه نعديه بحرف الجر. لو حبيت أقرب لك المسألة، لو ليك مثلا أختك دي حصلت على الثانوية، يا بنتي كملي تعليمك وتدخل الجامعة، قلت لا أنا مش مشكلة، أنا عايز أتجوز، أهم حاجة أن أنا أتجوز، واحد يبقى معاه فلوس وغني، لكن أنا هدخل جامعة يعني مش هتوظف بيها ولا حاجة، خلاص خليني كده. وبعدين جه العريسة عشان يتجوزها، قال لها إيه المؤهل بتاعك؟ قالت الثانوية، قال لها روح لأمك. فهمت يا بنتي؟ قال لا مش عايز اتجوزك، انا عايزه واحده ايه؟ متعلمه. صح يا شيخنا؟ سمعاني يا بنتي؟ قالت الله، يعني انا ما العريس ما رضيش بيا؟ طب خلاص انا هكمل تعليم. رحت الجامعه منعوها يا بنتي، منعوها، لانك انت مش مقيده عندنا. اتصل بك بالتليفون ورحت جيت لها، قلت له معلش ده اختي. اتفضل اتفضل. اذا دخلت الجامعه بواسطه مين؟ اختك، صح ولا لا؟ فاهم يا بنتي؟ اهو نفسه ده الحرف اللي متعلق ده. جلس الاستاذ في الفصل، ما صحش جلس الاستاذ الفصل. او ده يا شيخنا التعلق. يعني التعلق يعني الفعل القاصر ده اللي هو يكتفي بالفاعل، عدناه بواسطه حرف الجر، هو ده التعلق. يا رب تكوني فهمت كده. يبقى عندنا اولادي، احنا قلنا حرف الجر، في حرف الجر ايه؟ اصلي وزائد وشبيه بالزائد، صح؟ أهرب دي حرف جر يا أولادها؟ يا سلام عليكم، شبيه بالزائد. ليه؟ لأن ليها معنى اللي هي التقليل أو التكسير، ولكن إيه؟ لا تتعلق، صح يا أولادي؟ وإيه كمان؟ عندنا لعل في لغة عقيل، قال لعل الله فضلكم علينا، لعل الله، فعند عقيل ما ينصبوش بها يا شيخنا، إنما إيه؟ يجر بها، فهو حرف جر شبيه بإيه يا أولادي؟ بالزائد. الآن فهمتم؟ فهمتم يا أحبة يا كرام؟ طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اقرأ يا سيدنا محمد يلا. لا إيه، وبأنها زائدة في الإعراب دون المعنى. إيه زائدة في الإعراب؟ سمع يا شيخ هيبة؟ يعني إيه زائدة في الإعراب؟ رب رجل، أقول رب حرف جر شبيه بالزائد، رجل أقول مبتدأ، صح يا شيخنا؟ أيوة، هذه معنى زائدة في الإيه؟ في الإعراب. طب ده هو المفروض يبقى مبتدأ مرفوع، صح؟
مش كده ولا يا شيخنا؟ فعن الزائدة يعني ممكن نحذفه والكلام يستقيم، نقول رجل صالح لقيته، فهي زائدة في الإعراب لكن لها معنى دون المعنى، لأن معناها التقليل، صح ولا صح يا شيخنا؟ ما أنت ممكن تحذفها، أدي معنى زائدة ممكن تحذفها وتقول رجل صالح عندنا، صح يا أولاد ولا؟ أيوة، أدي معنى كلام الشيخ، وبأنها زائدة في الإعراب دون المعنى، دون يا أولادي المعنى، لأن الزائد قلنا دخوله كخروجه ممكن أحذفه والكلام يستقيم، لكن المعنى موجود اللي هو إيه، تفيد التقليل أو التكسير. يلا يا شيخنا، فمحل مجرورها لا رب رجل، ما احنا قلنا اللي بعدها لازم يبقى مجرور. أيوة، رب رجل صالح إيه عندي، رفع على الابتداء، يعني رجل ده مرفوع بإيه، على الابتداء يعني على إنه مبتدأ يعني، صح؟ طب ممكن الشيخة تقول لي الشيخة البنت دي تقول لا إزاي تقول مرفوع على الابتداء، أنت نسيت إن الرجل ده نكرة والنكرة لا تكون مبتدأ، صح يا ولاد ولا؟ الشيخ ابن هشام يقول في القطر لا يجوز الابتداء بالنكرة، لا يجوز إلا بمسوغ من المسوغات اللي احنا إن شاء الله ممكن نعرفها، يعني المسوغ موجود هو الذي رجل صالح، يبقى الصفة النكرة لما توصف بنكرة تفيد التخصيص، التخصيص ده قربها من المعرفة، صح يا شيخنا؟ قربها إيه؟ أهو رب رجل صالح لقيته. يلا يا شيخنا، ها هو في نحو رب لقيته، أيوه نصب على إيه؟ يا سلام، رب رجل صالح لقيت، قد نصب على إيه شيخنا؟ على المفعولية، أيوة. طيب يعني لما أقول رب رجل صالح لقيت، لقي ده هل تعدى إلى المفعول؟ لقيته لفعل وفاعل، هل تعدى إلى المفعول؟ ما فيش مفعول، صح؟ لأن أصل الكلام رب رجل صالح لقيته، صح ولا؟ هو دي عايدة على مين؟ على الرجل، تبقى مفعول مقدم يا سيد، يعني هي مفعول مقدم، صح يا شيخنا؟ طيب يا شيخنا، ها لأن عايز يقول لقيته ده، هذا الفعل والفاعل يحتاج إلى مفعول، المفعول اللي هو يا شيخنا اللي هو إيه؟ رجل، أيوة أيوة لقيته، رفع النصب كما في قولك هذا لقيته، صح يا شيخنا؟ أيوة، رفع على الابتداء لقيته هو الخبر، أو نصب على أنه مفعول لفعل محذوف على شريط التفسير، طبعا دي مش مفهومة، صح؟ ردوا علي يا أولاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن أحد من المشركين استجارك، إن ديا اللي هي إن الشرطية دي لازم يقع بعدها فعل الشرط يا شيخ، إن استجارك أحد فأجره، صح؟ قال إن أحد أو أحد فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، صح؟ لا يفسره يا شيخنا، يبقى إن أحد يعني إن استجارك أحد، فأحد فاعل لفعل محذوف يفسره الإيه؟ المذكور اللي هو استجارك، لأنه لا يجوز الجمع بين المفسر والمفسر، لا يجوز الجمع بينهم، زي الآية القرآنية يا شيخنا إذا السماء انشقت، وإذا دائما تدخل على جملة فعلية، إذا جاء نصر الله والفتح، صح يا شيخنا؟ فلما قال إذا السماء، يبقى السماء فاعل لفعل محذوف يفسره إيه؟ المذكور. في المثال ده يا مولانا لما أقول إيه؟ رب رجل صالح لقيته، يبقى ممكن تعرف رب، عفوا رجل ده مبتدأ، ولقيته ده الخبر، صح يا شيخنا؟ وممكن تقول إيه؟ رب رجل صالح لقيته، في حال إيه يا شيخنا؟ نصب، خلاص؟ يعني لقيت رجلا لقيته، بس طبعا حذف إيه؟ الفعل على أساس إيه؟ مفسر بنفس الفعل. يلا كده، ويجوز مراعاة محله
محليه يا شيخ ولا محله محليه كثيرا طيب لحظة بس ويجوز مراعاة محله كثيرا يعني ايه مراعاة محله يا ابن فاهمين حاجة يا حبايبي ردوا يا ما اكلمكم ردوا عشان تفهموا العلم صلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام قال ايه يا أولادي ها ويجوز مراعاة محله كثيرا في المثال الذي ذكرته لحضراتكم قلنا ايه رب رجل صالح صالح فهم يا شيخنا لما اقول رب رجل صالح يبقى رعيت اللفظ لان رجل ده هو مجرور في اللفظ يبقى رعيت اللفظ لكن هو الشيخ قال ايه يراعى فيه المحل كثيرا اقول رب رجل صالح لأنها صفة لمعرفة صفة أقصد لكلمة رجل صح يا شيخنا قال ويجوز إيه هنا مراعاة محله كثيرا صح يا ولاد ولا لأن في مراعاة اللفظ ومراعاة المحل إن رعيت اللفظ قل رب رجل صالح وإن رعيت المحل تقول إيه رب رجل صالح فهو يقول يعني مراعاة المحل ده كثير وإن لم يجوز نحو مررت بزيد ها وعمرة صح يا شيخنا وذلك بنصب عمرا عطفا على محل بزيد إلا قليلا طيب خد بال حضرتك يا شيخنا مررت بزيد ها وعمرا طبعا المثال اختلف فيه حرف العطف بس احنا هناك عطفنا الصفة وما جبناش حرف عطف يعني فنقول مررت بزيد قال وعمرا ما قالش وعمر بالنصب يعني صح على اني مررت بزيد صح يا شيخنا مررت بزيد تعال نعرب المثال مره فعل ايه فعل ماضي والتاء دي تاء الفاعل وقلنا ده فعل ايه قاصر او تام يعني لازم يعني فتعدى بواسطه حرف الايه الجر فأصبح بزيد هو مجرور لفظا لكن منصوب إيه محلا صح يا شيخنا فقال عطف عليه قال إيه وعمرا أو ده قال هنا العطف على المحل ده قليل المحل على المحل يا شيخنا إيه قليل في المثال ده يا شيخنا طيب قال ها وسن أيوة السن قال وسن قال ده المقصود به الثور الوحشي أيوة وبعدين قال وسن وسن زي وليل كموج البحر أرخى سدوله فالواو دي اسمها واو ربا يعني في ربا محذوفة يا أولادي صح يا شيخنا طيب وبعدين إيه وسن احنا قلنا سن يعني هو ايه ايوه يعني ورب سن يعني اللي هو ايه الثور الوحشي يعني طيب والواو دي قلنا واو ربا ثم قال كسني ها كسني قن صح يا شيخنا اللي هو الجبل يعني وسن وايه شيخنا وسنما قال السنم ده معنى ايه يا شيخنا السنم معنى ايه ده يا شيخنا قال دي بقره وحشيه بقره يا شيخنا ايوه ذعرت بمدح بمدلاح الهجير نهوض النهوض يعني كثير النهوض ده صيغه مبالغه والهجير يعني من زوال الشمس الى العصر وكلمه المدلاح من معنى فرس كثير السير على كل هو عطف سنما على محل إيه؟ سن والمعنى ذعرت بهذه الفرس ثورا وبقرة عظيمة وسنيقي ده اسم جبل بعينه وسناء يعني ارتفاعا
زعم الزجاج وموافقوه أن مجرورها لا يكون إلا في محل نصب، والصواب ما قدمناه. طبعا الزجاج ده تلميذ المبرد، وده يا أولادي من نحات الكوفة، لكن تأثر بمذهب البصريين. وقصته مع سيدنا المبرد حصل إيه يا شيخنا؟ إن المبرد رحمه الله خرج من البصرة واتجه إلى الكوفة. طبعا أنتوا عارف إن في مدينة البصرة ومدينة الكوفة. فلما ذهب جلس في المسجد الجامع، طبعا المسجد الجامع يعني ما شاء الله فيه طلبة علم وعلماء كثيرون يدرسون، فلا يوجد أحد يعرفه يا شيخ، ما فيش حد يعرفه. فقال لواحد يعني جالس بجواره، يعني اسألني، يعمل نفسك بتسألني كده عشان أتكلم، طب أنا مش عارف أسألك فيه يعني. فالمهم يعني قام وجلس على الكرسي وبدأ يخاطب الناس ويشرح لهم في النحو يعني. فكان الإمام ثعلب، وده تلميذ الفراء، إمام أهل زمانه في النحو، يعني ده إمام الكوفيين بلا منازع، اللي هو الإمام مين؟ ثعلب. وإحنا قلنا ثعلب ده تلميذ مين؟ الفراء، والفراء تلميذ مين؟ الكسائي رحمهم الله جميعا. فانزعج اللي هو الإمام إيه شيخنا؟ ثعلب. الله، الرجل ده جينا منين يعني؟ فأرسل إليه طالبين من طلابه، منهما اللي هو الزجاج يا شيخ. قالوا شوفوا الرجل ده عايز إيه؟ وسألوه أسئلة تعجيزية عشان يمشوا ما يجيش تاني هنا. فما يا شيخنا؟ فبدأ الزجاج يسأله والشيخ يجيب. بعد ما يجيب ويأتي بأدلة يقنع بها الشخص السائل. السائل يعني الشخص اللي هو الزجاج اقتنع تماما بما قال المبرد. اقتنعت؟ قال اقتنعت. فبدأ ينقض ما قاله، والشيء عجيب يجيب الرأي ونقيضه، يعني عنده ملكة غير عادية يا شيخنا. فكلما سأله سؤال يعمل نفس الطريقة، يجيب بأدلة مقنعة ثم ينقض ما قاله. قال لا، دعنا قدام بحر يا شيخنا، ده شخص مش عادي ده. فترك شيخه وجلس مع مين؟ مع المبرد. ترك شيخه مين يا شيخنا؟ لا، الإمام ثعلب. انتم فهمتوا ولا؟ وجلس مع مين؟ وبدأ يتحول من تلك اللحظة من كونه من الكوفة إلى إيه؟ أيوة، دول بيسموهم عندنا في نشأة النحو ممن غلبت عليهم مدرسة البصرة، لأنه كان في الأصل كوفي، صح يا شيخ؟ وبدأ يتعصب جدا لسيبويه والأنصار سيبويه. فزار شيخه مرة يوما من الأيام، شيخ اللي هو مين؟ ثعلب. فراه بيزم في مين؟ في سيبويه المبرد. وكان سيدنا ثعلب ألف كتاب، كتب فيه 20 مسألة يا شيخ، خطأه في 10 مسائل، لدرجة أنه كاد أن ينكر أنه ألف هذا الكتاب من شدة يا شيخنا هجوم الزجاج عليه. وسيدنا ثعلب له قصة مع ابن مجاهد، اللي هو أول من يعني ألف كتاب في القراءات القرآنية. جاءه ابن مجاهد وليسلم عليه وزاره، فقال يا ابن مجاهد اشتغل أهل القرآن بالقرآن ففازوا، واشتغل أهل الحديث بالحديث ففازوا، واشتغل أهل الفقه بالفقه ففازوا. طب أنا اشتغلت بزيد وعمر، يعني ليه المعنهار يقول إيه ضرب زيد عمرا، يا ترى حالها يكون إيه يوم القيامة؟ فلم يرد عليه الشيخ ابن مجاهد يعني. طب هقول لك إيه نصيبك كده. فتركه وذهب إلى داره، وبالليل نام. فلما نام رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يأتيه ويقول له أقرأ أبا إسحاق مني السلام،
اللي هو دي كنية إيه؟ الإمام ثعلب يعني. وقل له أنت صاحب العلم المستطيل، أي كل العلوم تحتاج إلى الإيه؟ إلى علم النحو. ولذلك يقول العمريطي: والنحو أولى أولا أن يعلم، إذ الكلام دونه لن يفهم. فإذا أردت أن تكون محدثا أو مفسرا أو فقيها لابد أن تتعلم يا أولادي علم النحو. أكتفى بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.